عمل هذه اللجنة يأتي أساسا في وضع مخطط لتحظيرات الدخول وجميع الترتيبات بما فيها الحملات التحسيسية الإعلامية التي تعمل على عرض عروض تكوينية وعروض ما يوفره القطاع لطالبي التكوين، وكذا مجموعة الوسائل أو توفير كل الوسائل المادية والبشرية لاستقبال طالبي التكوين في أحسن الظروف وضمان دخول تكويني ناجح. أساسا بدأت هذه اللجنة في عمل مخطط بداية من الحملة التحسيسية الإعلامية الوطنية الجوارية بالشراكة مع القيادة العامة للدرك الوطني والأمن الوطني أيام 12-13-14 سبتمبر. جاءت هذه الحملة التي جابت جميع مناطق الجزائر كذلك الأوساط الحضارية بالإضافة إلى التجمعات والساحات العمومية للتعريف بجديد التخصصات في قطاع التكوين والتعليم المهنيين. كذلك سطرت يعني هذه اللجنة مجموعة من العمل المشترك مع مختلف الدوائر الوزارية، فمن خلال الحملات التحسيسية عبر مؤسسة المسجد التي تعتبر يعني مؤسسة رئيسية في توجيه وإرشاد المجتمع على أهمية التكوين والتعليم المهنيين في كونه البيئة التي تحفظ الأبناء وتحفظ التلاميذ من الآفات الاجتماعية الموجودة في الشارع. كذلك نظمت اللجنة ضمن المخطط أيام تحسيسية من خلال النشاطات الرياضية والتواجد ضمن الفضاءات الرياضية، بالإضافة إلى في المستقبل سيكون هنالك معارض متخصصة في الساحات العمومية مع الشريك الاقتصادي تعرض عروض التكوين عروض التمهين. هذا كله يأتي في سياق رهانات التجديد الاقتصادي، في سياق تحدي تضعه الدولة الجزائرية على رأس التحديات وهو كسب رهان التجديد الاقتصادي.